وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس أفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر في الشوط الثاني في الحفل 36 لسباقات الفروسية السعودية على مبلغ 52,000 ريال بمشاركة 10 رؤوس جورة إخزام هيالة عنود الشمال الهندية أم الهوايل أم طيفة نيفيل زينة هيب بسمة فوز بديرة والتقدم لهيالة في المركز الأول مع محاولات بديرة في المركز الثاني وأيضا محاولات الهندية في المركز الثالث وأيضا محاولات تأتي من بقية الأفراس تحسين مواقعها مع انطلاقة هذا الشوط على مسافة 2000 متر والمرشح في المركز الرابع الآن موقع في المركز الرابع الخامس لصالح نيفيل في المركز الخامس والتقدم لهيالة من الداخل ومن الخارج بديرة في المركز الثاني هندية المركز الثالث وأم الهواي المركز الرابع ومحاولات من بقية الأفراس لتحسين موقعها الآن مع انطلاقة هذا الشوط على مسافة 2000 متر والمتصدرة هيالة في المركز الأول مع الخيال عبد الله الحمد بديرة في المركز الثاني مع خالد القرشي تأتي المرشحة الآن لأخذ المركز الثاني من بديرة والتقدم للحاق بالمتصدرة بنصف طول الآن تبتعد أم الهوائي في المركز الثاني للحاق بالمتصدرة هي لصاحبة المركز الأول مع محاولات مطيفة تأتي الآن للمركز الثالث ونيفيل للمركز الرابع تتأخر بديرة للمركز الخامس بسمة فوز تأتي للمركز السادس المنعطف الأخير الآن يشهد تنافس 3 رؤوس على خط النهاية الآن مع الخط المستقيم هيا للمركز الأول أمطيفة تأتي والمرشحة أم الهوايل معني فيل الآن من الخارج أم الهوايل المرشحة تأتي للصدارة الآن المركز الأول لأم الهوايل أم الهوايل أم الهوايل للمركز الأول تبتعد بالصدارة ما شاء الله بفرق كبير عن بقية الأفراس المركز الثاني ما بين أمطيفة ونيفيل نيفيل تأتي المركز الثاني أمطيفة هيال الثالث والرابع لبدر والخامس